سنتين. طيب الله أوقاتكم مسيدي برنامج مرابطون سبور أينما كنتم أينما حللتم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مرابطون سبور. هذه الحلقة نخصصها للقاءات الأندية الوطنية وممثلي موريتانيا في الاستحقاقات والبطولات الإفريقية، على رأس هذه الأندية البرتغالي أفسن وديبو الذي بدوره غادر العاصمة نواكشوط منذ قرابة يوم متوجها إلى السنغال لإجراء معسكر تدريبي تحضيرا لمواجهة نادي المرتقب في كأس الكونفدرالية، طبعا نادي الكودوفاري، وكذلك نادي الكونكورد هو الآخر الذي من المقرر أن يواجه نادي الترجي التونسي يوم السبت القادم هنا في ملعب شيخة بيدية. هل الأندية الوطنية قادرة على كسب الرهان في مثل هذه المباريات يعني الدولية وتمثيل موريتانيا أحسن تمثيل، أم أن الأندية الوطنية ما زالت تكتفي بالمشاركة فقط وأحيانا أيضا تكون هنالك قطيعة ما بينها وبين المشاركات على المستوى الدولي؟ استضيف الليلة في هذه الحلقة برنامج مرابطون فوت عبد السلام طبعا والديماني، وهو متابع للشأن الرياضي الوطني ومدون أيضا على شبكة التواصل الاجتماعي ومشجع أيضا لنادي أفسن وديبو. ديماني، ما هي حظوظ البرتغالي أفسن وديبو في المواجهة المرتقبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا أولا كبداية لكم على إتاحة هذه الفرصة. هو فرص أو كما قلت طموحات إن صح التعبير أفسن وديبو، حتى لا نقول الفرص المتاحة أمامه. هناك طموحات لدى النادي هي الذهاب بعيدا في هذه المسابقة القارية، وكذلك تقديم وجه مشرف للكرة الموريتانية بيجسد ويضاهي التقدم الملحوظ في كرة القدم الموريتانية. كانت هناك عدة تحضيرات من طرف الكادر الفني وكذلك الإداري لمشاركة لتقديم مشاركة مشرفة. نتمنى أن تحظى هذه الجهود بنتائج إيجابية تجسد حجم هذه الجهود التي بذلت لتقديم صورة مشرفة للكرة الموريتانية. الفريق البرتغالي قام بمعسكر كما تذكر، كنت متواجد معنا في المغرب. هدف هذا المعسكر هو وضع الفريق البرتغالي في مستوى يضاهي الطموحات التي تعقد الإدارة وكذلك المشجع على الفريق من خلال هذه المشاركة وكذلك هذا الموسم. نتمنى أن نشاهد الفريق البرتغالي يفوز بالدوري وكذلك يشارك مشاركة إيجابية يذهب بعيدا في هذه المسابقة. أمامه مواجهة ليست بالسهلة أمام فريق أفريكا سبور الإيفواري، الفريق الفائز بالكأس في الكوديفار، فريق يضم عدة لاعبين من المنتخب المحلي الإيفواري وكذلك لاعب أو اثنين إن لم أكن مخطئا من اللاعب من المنتخب الإيفواري أو شاركوا مع المنتخب الإيفواري الأول. هذا الفريق حضر له الكتيبة البرتغالية، حضرت تحضير تام لمواجهته وحضرت للبطولة بصفة عامة. طيب من باب طبعا العذر عن المقاطعة، نعم تفضل. ربما هي فوبيا من التحضير، هنا تحدث عن فوبيا من التحضير نظرا الى التحضير الاخير لبطولة شان المنتخب الوطني، لكن في الاخير هذا المنتخب وهذا نادي أفسن وديبو، لكن يبقى نادي أفسن وديبو يحتوي على 8 لاعبين يعني كانوا متواجدين مع المنتخب الوطني في بطولة الشان الاخيره في المغرب. هذا التحضير اليوم وهذا المعسكر التدريبي للنادي البرتغالي أفسن وديبو وهذه الاسماء التي شاركت مع المنتخب الوطني، هل بالامكان ان يعني ان نراهن على أفسن وديبو كغيره من باقي الأندية الوطنية؟ نظرا نتذكر مشاركة أفسن وديبو آنذاك، آخر مشاركة له كانت ضد نادي هوريا الغيني، خرج في أول محطات هذه البطولة. هل يعاد نفس هذا السيناريو؟ هل الأندية في نظرك بغض النظر أنك مشجع لنادي أفسن وديبو، يعني نتكلم بالواقعية، هل أفسن وديبو قادر على العبور من المحطة الأولى في هذه؟ لا هي لا تسمح شوي نتكلم بالحسانية على راحتك، لا اخترت تكلم أنا معك لا بصراكك الحسانية. والله شفت المشاركة الماضية لأفسن وديبو ضد حورية الغيني كانت في دوري أبطال أفريقيا. هذه المشاركة هي المشاركة الثالثة والله الثانية للفريق البرتغالي في كأس الاتحاد الأفريقي. يعني المشاركة الأولى كانت ضد الفريق النيجيري وتعادلنا هنا 1-1 وخسرنا هناك بالنيجر 2-1 على ما أذكر. لكن هذه المشاركة الثانية في كأس الاتحاد الأفريقي، أفسن وديبو
كإدارة وكفريق يطمح إلى الذهاب بعيدا في هذه المسابقة وعد العدة لتقديم مشاركة مشرفة؟ هل جلب أسماء من خارج حاضرة الدوري درجة أولى؟ نعم، جلب هناك مدافع غيني شريف حيدرة، تعاقد معه الفريق البرتغالي وسيكون، لكن لن يكون متاحا في الجولة الأولى من البطولة نظرا لعدم تسجيله قبل 15 من يناير، شأنه بذلك شأن إسماعيل داكيتي لاعب الكونكورد، لكن سيكون متاحا بإذن الله تعالى في الجولة الثانية بعد التأهل البرتغالي والتي نتمنى ونطمح لها بإذن الله تعالى، وسيكون متواجد مع الفريق. هناك أسماء قام الفريق بالتعاقد معها محلية ذات وزن كبير أمثال تقي الله دن الذي لن يكون جاهزا أيضا لهذه المباراة نظرا لإصابة لعدم تقي الله، ما هو لاعب ماتش الجاي، ما هو يعود لاعبه اللي ما فات عافى قبال كليا، لكن ما فات عاد جاهز، ما فات عاد جاهز كليا. هناك اسماء كما ذكرت، تسعه اسماء من المنتخب الوطني، فم بسام وفم سليمان وفم لا شك لا شك شو لا شك على بسام وعبد الله يقي بالاي ومامادو ود وسليمان جلو ومانغان، هاي الاسماء لا شك، وحسن مرابط لا شك انها لا تعود اساسيه مع فسين ولا لحق والله ما نقدر نتحكموا في الجاي من ناحيه ذاك اللي يعود اساسي من ذاك اللي يعود ما هو اساسي، امور ترجع للمدرب طبيعي، امور ترجع عليها بعد في البطوله وترجع ملي للخصم اللي يواجه المدرب، يقال يراهن عليها في البطوله طبعا، يراهن عليها في سين وادي يراهن عليها بدون شك، وكما يراهن على بالفريق لا يوجد لاعب من طينة معينة وآخر من طينة معينة، لاعبين كاملين مثل الفريق، كاملين عليهم العولة، كاملين معول عليهم المدرب، كاملين يدورهم للبطولة، يقدر سنهم متقدم كامل ذاك ما هو عيب، ليهم قدرهم لكهول، هو ذا ما هو عيب، عيب بعد باش انت ما تقدر تلعب فريق من الكهول، ما تصح بكاش، ما قلت ما تصح، ما تعتمد على فريق من الكولا، لا يعود عندك على الاقل اسماء شابه واعده سليمه، وهو مدرك الكولا منين، انا ماني اعرف قاعد الكولا اللي تكلمت عنهم منين، شوف سليمان جلو ما هو شيباني بعدك من شيبي، ايه لا والله مطار صحي جزاء، ايه لا فهمتي وقع خير ما يطلع صح، مانغال واضح لك، عبد الله جاي ماما دوت، هذه قطع عنهم هاو تشي نسميهم انا بعد شخصيا نسميهم عاد وشوابي سميهم انا عطاءاتهم زاد عندهم عطاءات غير بالمره، قد مره واحد يعطيه غير قد مره يعود عين بالله كيما خلق بطوله الشام، لا شو ما يعول عليهم حتى، فهم روايه في المنتخب الوطني وفي النادي، نحن هون نتكلم على حسين وادي طبيعي، لكن خلق في المنتخب الوطني هوك ما ينقص من اللاعبين ولا ينقص من مستواهم ولا ينقص من قيمه اللاعبين، ومالي هذو من اللاعبين كانوا مع المنتخب راعيهم مع حسين وادي بوارك ومعسكره، ايوه نحن نتمناه كمتابعين وكصحابه نتمناه على حسين وادي يمشي لابعد نقطه، غير هاو من اللاعبين اللي في شوف الشان مع المنتخب الوطني هم أيوة. هم اللي فازوا على جنوب افريقيا، هم طيب. هم اللي فازوا على مالي، اذا معاك في معناها ما يتم حد يتفقد لهم قضيه الشان وينسى لهم ديك القضيه السابقه، طبيعي متغيرات زمن تقول لك ذا انت، هي ظروف كره القدم تطور، اليوم تظهر الصبح تطمس، اليوم تظهر الصبح تطمس، يقير في اخر لحظاتك هي احد ما اعطاها ما تعطيه، تعقب تظهر على حقيقتك انك لست قادر على لعب 90 دقيقه، هذا هو هو ما بالنسبه على حتى انا على الموضوع شفت الموضوع ما ماشي عنه اللي رجع له يقير سابق، وانا اذكرك بفسين وادي بو فوزها الاخير وتتويجها الاخير على الاقل بعد ردوكم شوي للتتويج وللقاب معانقه الالقاب التي غابت عن خزائن فسين وادي في السنوات الماضيه. مشاهدي برنامج مرابط سبور، لقطات من الغواصه البرتغاليه افسن واديبو عقب تتويج ببطوله كاس رئيس الجمهوريه، اخر الالقاب للبرتغالي افسن واديبو بعد قطيعه دامت قرابه اعتقد 3 سنوات ما اعتقد عن التتويج او دخول اي فتره طويله راجل قعدت اكثر من ذاك، اذا لنشاهد هذه اللقطات. We'll be right back.
طبعا تحية لزميل سيدنا علي على الصورة الأخيرة، أكثر من رائعة يعني، حمل هذا كأس طريقي للعاصمة الاقتصادية نوادي بو. ولا شك بأن العاصمة الاقتصادية وساكنة العاصمة الاقتصادية نوادي بو في أمس الحاجة لمثل هذه التتويجات، خاصة بأنها غابت عن خزائن النادي في السنوات الأخيرة. تمني في سنوادي بو يلعب كونتر أفريكا سبور أخيرا أفريكا سبور في الكوت ديفوار، لقاء ذهب بعيدا عن المجامله وبعيدا عنك كمشجع لإفسي نوادي بو، كمحب لنادي إفسي نوادي بو او كعاشق حتى لنادي إفسي نوادي بو، واقعيا إفسي نوادي بو سيعبر ولديه ايضا عامل لقاء العوده على ارضه وامام جمهوره. هناك في العاصمه الاقتصاديه نوادي بو سيلعب على ارضه وامام جمهوره. صحيح، هو حتى نعود واقعيين كما قلت إفسي نوادي بو اللي يواجه فريق غيره ما هو سهل، ما هو سهل حتى مولي مجهول في نفس الوقت، خلاط فيه الاثنتين مجهول، ما وحده ما عنده ياسر، ما عنده بسن وادي بو ياسر المعلومات عنه، ما قد تجمع عنه قدر المعلومات الكافي، غير مولي نفس القضيه واقع على افريكا سبور عن بسن وادي بو، ما عنده عنه معلومات، ربما يعود ذاك فهم بعض من المعلومات، يعني فهم برامج قاع يعطوك بعض من المعلومات عن 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 انديه الدور، وما رأيتوا الماتش، جبروا له ماتشات والدور دور ليفواري بعض الماتشات وتنقلهم اللي كان البليس، معناه عن بعض الماتشات وفرض عليهم يعودوا مجدهم شاهو. يا غير بعد بنتكلم لك بصراحة، أنا بعد أتوقع نفسي نوادي بو لا يعبر، تعال سيبر كواس نتوقع بي اللي نعرف على عن قاع الكرة الإفريقية عموما اللي هو قاع سيك ميموزا متقارب، ما هو متقارب نهائيا، يعني غير مؤخرا أنا تابعت لهم بعض من المباريات، هو شفت له ماتش واحد اللي هو أفريكا سبور، لعب دوري ليفواري ما هو متباعد قبال حتى مع 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 مع, مع, مع لعبنا احنا، النسق أقوى بدون شك، لكن أفريكا سبور أنا ما سي عنه العادل اللي ما هو من طين تبسين واليبو، ما هو بعد متم منه بشي بعيد، قد يعبر في سين واليبو هاي المحطة بدون شك، خاصة أنكم عندكم لقاء العودة على أرضكم وعلى وفي نجيلة ملعب البلدي وفي العاصمة الاقتصادية وفي جماهيركم. صحيح، ما أنا قاعد مرة لما مباراة الذهاب ماسي بتوقع من دون بشيء واقعي، من دون لا مجاملة ولا انتمائية ولا شيء، على نفس نوادي بو أنه قد يغلب بلي ماتش الليل شوكو ديفوار، نسبة فوز أنا ماسي عنها دور تعود، هذا باني على أساس فوز اليوم على نادي جنبار، لا نهائي يعني باليوم على نادي جنبار إيفان تحت 20 سنة وذاك قد يعود مولي، بعض من الخلق قد يقول على عن نفسي نوادي بو لماذا ما يواجه هي هندية كبيرة هي قد هواي، لماذا ما يواجه نياري التالي، لماذا ما يواجه بار اكزامبل هي علاش سي بوركوا، شفت الضربية الحالية الهندية ما هي اللي تخلي بطولتها ياك تواجهها كنت في مباراة ودية، خايف على اللاعبين هالدوري السنغالي ملعوب مستمر ماشي وخضم جولات واركاتيا ومنافسته، مالك يتجبر كيب كبيرة كيف نفس السيناريو اللي خليك في معسكركم في قادير، ايه يقد يعود بالضبط نفس السيناريو تقريبا، مع أننا قاعد في معسكر أقادير مواجهنا في رق من الدرجة حسنية أقادير، لكن الفريق الثاني بحسنية أقادير من دوري الأول المغربي لا يستهان به، وكذلك واجهنا أندية من الدرجة الثانية لكن ضربية الحالية تمنع من أنك تجبر نادي كبير ليتلعب معه مباراة تحضيرية، لا يسمح هو من رأسه حتى يلعب معك بالصف الثاني، معناه أنك من يتواجه نادي تقريبا أكاديمي اللي هو إيفان اللي عن جنبار يعود نادي مندفع ويبقى يفوز ومتناسق تزيد من نسق المباراة أكثر، متناسق بما بينه هو من راسه ويسعى أنه يقدم شيء أكثر، هذا بعض للأمانة، يغير بعد من ناحية المواجهة مع أفريكا سبور لن تكون بالمواجهة سهلة، وقطع عن مغرش عن الفريق من ناحية الظروف، مطروح بظروف من أفضل الظروف اللي قد ينطرح فيها أي فريق وطني ما رجع لأي فريق إفريقي، لأن ما هم ظروفه قبل قد ينطرح فيها ظروف فريق ما هو مطروح فيها، لأن الإدارة ملبية جميع رغبات المدرب وهو اللي أصر على ذكر المدرب، البعض يقول على جايا مورين على أنه مدرب لا اللياقة البدنية تكتيك ما زارو، إيش تقول فيه أنت؟ أنا بعد اللي نقول لك فيه اللي عن فريق في سنوات وقطعا عنه تحسن مع مجين جويا موري، وقطعا عن أنه قط التتويجات الأخيرة في السنوات الأخيرة مع جويا موري، وقطعا شخصية الفريق اللي يجبرها مع جويا موري، وعن غير تكتيكيا جويا موري ضعيف
بعلاش مبني للروايه؟ مبني على اساس لا التغييرات اللي عادلوا الشامبيون دائما، على اساس قراءته لاي لقاء عادلوا في الشامبيونات. تلاحظ على انه ثانيا تركيزه حتى في الحصص التدريبيه يركز على العامل البدني اكثر من عامل وضع الخطط. ذاك هو الاسلوب الفريقي بصفه عامه قاعد دائما. لا هذا اسلوب نجويا موريل. اي والله نعطيك روايه هو نجويا موريل نحن جايين نتكلم عنه، تتكلم عنه وانا اتكلم عنه. طبيعي جدا. مباراه الاكسر خسر بها نجويا موريل 2-0 لا بريمير ميتا ورجعوا غلب أربعة قلب. تعرف باش انا ماتش قاعد له مع القالي. أيوه. قلب شين قال له عامل اللياقه البدنيه. تعرف لماذا؟ الاكسر هلاك تعاب فتار ما يانترينو. الاكسر الفريق اللي انتريني اليوم الصبح ما يانتريني، هو اقل فريق انترين ما في الشامبيون البطوله الدوري الوطني هذا العميد الاكسر. يغير الاكسر ماركاو لي دوبي طبيعي. هل بدايه المباراه على اللاعب لا يدخل مندفع ويقد يقطع شمل الكيلومترات كاع ما يقطع حد يقرا لك وثانيا الاكسر هذاك زمن كيف هو الكول جايا نو no, العكس لا العكس جويا لا هي وجهه نظري انا وانت جويا عندك يعود عندك غوارديولا لما ينتقل لك يقير نظري يعني انا بنظر المتابعين بنظره ينظروا له النظره على انه يركز على اللياقه البدنيه للاعب اكثر من يقد. هو دائما مبارياته مع الشيخ المدربين دائما يكسبها الشيخ بقراءته اللي هو جويا موريل مواجهاته مع الشيخ المدربين شيخ المدربين وانا رايت مدربين هون شيخ المدربين ولا البرامجي هي برامجي وجبرت مدربين هون مدربين كبار جالستهم تكلمت معاهم كلهم تسولوا نظرته له بعيدا عن اي روايه ما كيعود ما يعرفوا لا مبينوا معاه الشيء لا مبينوا معاه يسو تفهم ولا يقول لي نظري انا مدرب عادي منهم مودي بوجي كان ذكر لك اسمه مودي بوجي بعد ذلك انه معقول هو شفت هو ذا كامل يبقى اراء كل واحد اراء طبيعي اللي يحكم كرة القدم نتائج اللي يحكم به النتائج نتائج صحيح نجويا موريل جاونا تيا لموريتانو وحقق الدوري وش عاقب ذاك وقبل النادي السياسة الآن ولا ينزل بابناء الأكاديمية وعاقبت ما واصل ما نجحت معه لا ما واصل نجويا موريل مع مع هذيك السياسة عقب قاع النادي تبنى سياسة أخرى مهم عنه وعن نجويا موريل ما بشى من هون فاشل ما بشى من موريتانو فاشل منين رجع ذاك رجع معاه بسين واديب رجع معاه بسين واديبو وبدا معاه هذا الموسم بدا معاه هذا الموسم قطع عنه نتائجه دل على عنه مدرب كبير. واحده من ناحيه مواجهاته مع الفرق الكبيره اللي هي يحسب بها المدرب فات واجه الكونكورد وواجه هو اسمه تبرغ زينه وخساره من تيجيكشا وكاملين غالي على نعرف بس حاله خسر ذيك المباراه بس من حاله خسرها خسرها بشق الانفس 1-0 ما خسرها ب 4-0 ولا 3-0 ولا 5-0 ما جبر اي خساره قال لا تقولوا لي بصفته ذي هيارك صفته هيارك ما يخلق علي الطابله البيضاء يا وش شربتوا دور وش شربتوا ماتش انا معلق عليه وقاعد ايوه تيجيكشا في ماتش وكونتر في سين واديبو في العاصمه الاقتصاديه واديبو اللي دورك ما اعتقد تقعد شهر ونص ولا شهرين قدم درس تكتيكي لنجويا موريل. شو نسبة امتلاك الكرة تعود لتشكش. الكرة الجميلة تعود لتشكش. أكثر الهجمات تشكش. أكثر ضربات زاوية لتشكش. كل شيء ميل كيف تشكش. نجويا موريل كان مجرد متفرج على الأحداث. ذاك المباراة من كان يقولون اقتطف هالشباب نادي تشكش. لنكون واقعيين. هذا بعد جدارة واستحقاق ومع هذا كامل يلعب خارج أرضه. إذا طن هدفنا منه كامل أعلن السيناريو مثل هذه السيناريوهات اللي يحدث لك بطولة الدوري الوطني ما يحدث لك. مع فرق اخرى كيف افريكا سبور اللي تلعبوا معاه وارك على الاقل جويا موريل والله على الاقل الجهاز الفني مع افسين واديبو مفروغ منه موضوع ظروف جيده هاي النقطه مفروغ منها افسين واديبو نادي كبير الى اقصى حد ممكن ممثل ملي حقيقي الموريتاني يقير بما انه من رافدين عليه الدين في ذي الرواية ومعولين عليه في ذي الرواية ما نبقوا مولي أفسين واديبو يخيب أمال الشارع الرياضي الوطني كيف ما خيبت أماله تشكيلة المحليين أخير. هذا هو الفوبيا عندنا فوبيا من الكولة بعد نتكلم لك عن راسك شفت بالنسبة اللي قلت عمال شجكجة أنا مش شجكجة حضر قطعنا عن تجارب شباب تجكجة عدوا ما تزين ما مختلفين عليه زين والله بعد بالنسبة للحموية يغير قطعنا عنهم ما استحقوا ما هو ذي الفوز اللي جوا بس يعني بس مولي قاعد بون استحقوا بفضل بسين واديبو
كيف فضل في السنوات ابو ذر؟ قولوا لك تلعب على ارضك وامام جماهيرك وتقول يستحقوا فضل في السنوات. هو اللي لابس شو؟ ابو ذر تقول رايك مره اللي نقول رايك الماتش كنت قاعد الفرص من ترجع الماتش ترجع لريزيمي دي ماتش ما اكثر فرص تسجل نهائيه من فرص في السنوات. يا راجل حرام عليك حرام على ماتش هو اللي لابس شو؟ مو ب في 20 دقيقة التالية جبروا التشجع ثلاث فرص قلت تحسبهم على ذاك بماذا لماذا بحسين واليبو تقدمت الهجوم غير قاعد ذاك ماتش مانا راجعين له مبروك التشجع الفوز وهارد لكن حالا هو المهم المهم وارك حالا المشاركة الحالية بمعنى قلت على عنا بحسين واليبو ما تختيره بقوة تمثلنا أحسن تمثيل لا لي نقول لك الوقت متعطشين للنصر متعطشين للفوز متعطشين على الممثل الوحيد اليوم لا ما هو الممثل الوحيد الموريتاني مع الكونكور جايينها طبعا راه المفروض راني مذكر عفوا المقاطعة مذكر مشاهدنا الكرام على كان المفروض على أن يكون معانا المسؤول الإعلامي لنادي الكونكور اعتذر لنا سابق عدنا توافقنا معه على انه جاينا في حلقه الليله برنامج مرابط بطوله فوت لكن اعتذر لنا سابق بدايه هذه الحلقه تقريبا نص ساعه ولا تعدنا الوقت نجيبوا حد اخر من الكونكورد الوقت كان ضيق علينا على اي حال كونكورد مسؤول اليوم عن راسه في الحلقه اليوم نتكلموا عن نفسين وادي بو بعد ذلك لنجوا الكونكورد نتكلموا عنها نحن فيما بيننا طيب. نرجع القضيه اللي قلت على عنكم تختاروا حسين وادي بو تمثلكم ابطال تمثيل نبغي بعض ناكد من هون على حسين وادي بو لاعبين واداره ما هم لي يبخلوا شيء ياك يقدموا احسن تمثيل وعلى المرئي ان يسعى ذاك ما نتمنى قطع على عن الظروف من ناحية الإدارة واضع الفريق أحسن الظروف من ناحية اللاعبين من ناحية اللاعبين قطع على عن الفريق يضم خيرة اللاعبين في الدوري الوطني هم بعض منهم الحمد لله فاتح باب تمثيل المنتخب الوطني واحدين منهم زار متواجدين معه واحدين منهم واللي ذاك اللي قال ما خاص مع المنتخب الوطني ما وجه تشكيلة وحق عنهم دور لا يعودوا وحق عنهم بالخيارات ما هم ليعودونهم بعد ما نعانى تشكيلة من اللاعبين من 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 خيرة اللاعبين سواء بالبودلاء ولا الأساسيين فيما يخص التمثيل التمثيل قطع لعنه واحدة شرف على عنا نمثلوا دولة ومثلوا شعب ومثلوا أمة كروية كاملة بصفة عامة على عنك تمشي تمثلها هذا بحد ذاته شرف قطع عن اللي على عنا في مسعى على عنك تحقق نتائج إيجابية لأنها اللي تبقى لك اللي تبقى لك تاريخ واللي يجسدوا لك تاريخ واللي يذكروا لك معناها أنك أنت من راسك قام معدل الرواية راسك سابق تعود معدلها المدخلها بعض من ناحية على عنكم تختاروا صحيح تختاروا تمثيل يعود مشرف نختاروا هو نحن كمشجعين تختاروا إدارة بسين واديبو يختاروا لاعبين بسين واديبو صحيح هذا ما نتمنى طبعا هذه الزيارة طبعا كانت الأخيرة لنادي حسنية أكادير الذي استقبل نادي بسين واديبو هناك في المغرب طبعا هذه الصور التي تريدون الآن على الشاشة مذكرك مرة أخرى ومذكرك مرة أخرى عن الشارع الرياضي اليوم يتمنى أن يشاهد نادي أفسين واديبو أو حد لا حد من ذي الاندية الوطنية نبقوا نشوفه مشارك في دوري أبطال إفريقيا مشاركة زينة يتقدم فيها ذي الاندية كانت تقول مدعمة وخالي طارق الاندية الاثنين مدعمة أفسين واديبو والكونكورد مدعمة الاثنين مشاركة ذاك زاقلين فيها قصيف مدعم ومدير بأحسن ظروف لهي نرجع مثل فسين واذبو ديماني ياك ما نعودوا أنانيا طبعا أذكر مرة أخرى بأن ممثل نادي الكونكورد كان من المفروض أن يكون معنا لكنه اعتذر هو كونفرمان أنه جاي ورا ذاك عاد عين بيضة طبعا نتمنى له التوفيق إن شاء الله على أي حال نتحول مشاهدي برنامج مرابط سبور إلى الكونكورد أيضا الذي من المفروض أن يواجه نادي الترجي التونسي يوم السبت القادم لقاء ذهاب دوري أبطال إفريقيا هنا في ملعب شيخة بيدية هذا التقرير الذي سنعرضه بعد لحظات أعددناه سابقا عن نادي الكونكورد بعد تتويجه ببطولة الدوري الوطني فقط أردنا تذكير الشارع الرياضي الوطني والمتابع وتذكير أيضا نادي الكونكورد بهذه البطولة التي غابت عن نادي الكونكورد قرابة 9 سنوات لنشاهد هذا التقرير مشاهدنا الكرام ونسلط الضوء بعده على نادي الكونكورد ومواجهة لنادي الترجي التونسي يوم السبت القادم هنا في ملعب شيخة بيدية بعد طول انتظار فاز الكونكورد فاز أكثر الأندية الوطنية ندية وتنافسا فاز أقلها حظوظا فقد كان سيء الحظ لدرجة أنه في الأوساط الرياضية الوطنية يلقبونه بصائد المتعة دون الألقاب كان يقف على مشارف كل البطولات ويكتفي بنظرة خيبة الأمل التي تغطيها الدموع والحسرة
الكونكورد اكتوى بنار الحرمان من التتويج في عديد المرات، لا تخلو بطولة من دموع الكونكورد، فقد كانت حاضرة خلف كل كؤوس البطولات، فهو الوحيد الذي يشاهد غيره يفرح ببطولة كانت بمتناوله. الكونكورد أخيرا بطلا للدوري الوطني في نسخة تعتبر هي الأكثر إثارة وتشويقا وندية، في نسخة التصالح مع الجمهور وعودة الروح للبطولة من جديد، في نسخة أبت أن تكشف عن ملامح بطلها حتى في آخر جولة حين دك شباك أكثر الأندية الوطنية حرمانا للطامحين بالتتويج. نادي الشرطة الوطنية بذلادية نظيفة بمثابة التأكيد على الأحقية وكسر حاجز لعنة الحظ التي لاحقته سنين طوال. هذا التأكيد بدأه بفوز ثمين على البرتقالي أفسن وذبو بعد أن كان متخلفا في النتيجة في الجولة قبل الأخيرة، فأنهى المباراة بهدفين مقابل هدف في لقاء صنف من بين أكثر مواجهات البطولة متعة. الكونكورد بهذا التتويج يعيد للواجهة من جديد ذكرياته مع المنصات، مع البطولات، مع العراقة، مع الأفراح التي غابت عنه قرابة 9 سنوات. وهو كذلك الكونكورد متعطش كان للإلقاب بعد التتويج الأخير ببطولة الدوري الوطني. الكونكورد أعتقد بأنه أنا قاعد جاي لسبب ماشي طيب صعوبة مهمة على الكونكورد. على أي حال أعتقد بأن الكونكورد سيواجه نادي ترجي التونسي يوم السبت القادم هنا في ملعب شيخة. هل الكونكورد قادر هو الآخر؟ الكونكورد يعتبر من بين الأندية الوطنية من أكثر الأندية ندية على أرضه وأمام جمهوره، أيضا من أكثر الأندية الوطنية مشاركة في دور، طبعا شارك في دوري أبطال إفريقيا كان أول مرة أنذاك عام 81، بعد ذلك شارك بعد ذلك في أعتقد 2007، يعني هو أكثر الأندية تمثيلا لموريتانيا من خلال هذه البطولات الدولية. هل تراهن عليه أنت كمتابع هنا، يعني تجرد من صفة مشجع لنادي أفسن وذبو، هل تراهن عليه في مواجهة نادي ترجي التونسي يوم السبت القادم هنا في ملعب شيخة بيتي؟ بدون شك، بدون شك كمتابع لكرة القدم الوطنية وكمشجع لكرة القدم أيضا الوطنية وراهن على الكونكورد بدون شك. الكونكورد لماذا؟ لماذا؟ هو يلعب كرة قدم، وكرة قدم لا تعترف بالأقوى على الورق، ولا تعترف بالأسماء، ولا تعترف بالإمكانيات، ولا تعترف بالظروف. كرة قدم تعترف بتسعين دقيقة فقط على الميدان، والكونكورد لماذا؟ طبعا على كل حال لا يوجد أسماء قادرة بمقارنتها مضاهاتها بالأسماء الموجودة بالموجودة لدى الترجي، نادي يعتبر من 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 اكبر الانديه او من افضل الانديه الاربع في الدوري، عفوا في افريقيا. لكن الكونكورد ليس ايضا بالفريق الضعيف، الكونكورد بطل الدوري الموريتاني، والكره الموريتانيه ليست بالكره الضعيفه. الكره الموريتانيه الان تنافس نظيراتها في افريقيا، والكونكورد يضم كوكبه لاعبين تلعب كما قلت بنديه وبيروح تحسد يعني عليها صراحة، تحسدون على هذه الروح التي يلعبون بها دائما. صحيح ترجي سيأتي إلى موريتانيا، طبعا على كل حال هناك معطيات يولون القائمين على الكرة في الأندية الأوروبية والعالمية وكذلك الإفريقية لها أهمية جد 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 كبيرة، وهي عدد التمريرات في المباراة الواحدة. بمباراة الكونكورد ضد أبسن واليبو في كيهيدي كانت هناك عدد حجم من التمريرات الصحيحة هائل، خاصة عن بعض المتابعين وبعض القائمين على الترجي التونسي انبهروا من هذه المعطيات من 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 نادي في دوري مغمور في نظرهم، في نظرهم طبعا في نظرهم يقدم هكذا مستويات. هذه بعض المعطيات التي ربما تكون تحصل عليها فريق نادي الترجي التونسي، هذه المعطيات صحيح من خلال اتصالات مع بعض الأشقاء التونسيين وبحديث بيني معهم، قالوا عنهم استغربوا على أن نادي موريتاني قدم العدد الهائل من التمريرات دوري لنبتو. وأنا نقول لك أنا رواية في الصفحة من خلال نشر الصفحة على فيسبوك، نشرت على المواجهة المرتقبة بين ترجي التونسي والكونكورد، اكتب لي أحد الأشقاء التونسيين نحن جايين بنزهة وراجعين. بدون شك، بدون شك هو شفت يعني خرصوا شعرهم، ولكنهم كم سنين ديهم عليهم. فهم فرق بين الوقت المشجع
طبيعي. الترجي التونسي فريق افريقي كبير وعنده تجربه مقارنه بالكونكورد، يعني التاريخ لا يرحم الكونكورد. حتى مولي عنده تجربه مع الفرق الصغيره طبعا، ما هو اللي يستهان فريق الكونكورد نهائيا، ما هو اللي يستهان بهم حتى العادوا اللي يرى على عنهم دونه. ما قادونه على كل حال المستوى الفني والمادي والبدني من كل ناحيه صحيح. غير هذا كما قلت لك كره القدم لا تعتري بيت، كره القدم تعتري 90 دقيقه تدخل ذاك الماتش ماتش معناها بترين وتقدم، ذاك اللي قدم هو اللي يغلب بغض النظر عنك انت تاريخك شنو هو واسمك شنو ولاعبينك شنو هما، ما تعترى بكرة القدم. راجي ومتمني على الكونكورد بإذن الله تعالى يوم السبت القادم يعود هون بإذن الله تعالى بنهاره، وعن الترجي التونسي يعود ما هو بنهاره ما هو قاعد بالسبوع. فهم نقطة اللي قالوا اللاعق كونكورد من أكثر الأندية في الدوري الوطني اللاعق، تمشي لين تلحق فينال قبل منها، تمشي تلحق بس شامبيون قبل منها، النقطة ياك ما ليت لاحقها حتى المباراة الماضية. بوه ما قاعد استخدام. هي من أكثر الأندية سوء حظ في بطولة الدوري الوطني. إيه ربما يعود سوء حظ. عندهم في المباريات النهائية كما قلت خسروا ياسر من النهائيات. ياسر. ما الله قاعد بعض من النهائيات خسروها قاعد بطريقة غير مفهومة. غريبة. صحيح. بنتائج كبيرة. لكن هذا كامل. طبيعي كرة القدم، هناك بعض من الفترات يمر عليك وعود تعود معك بنهارك، لكن على كل حال هذا هو الأساسي، هو العمل الأساسي لعنك أنه يجبرك عنك تواصل العمل، وذلك الحمد لله هو ذاك ما نتمنى. نقطة أخرى، في سنوات أجرى عديد الصفقات من خارج بطولة الدوري الوطني، الكونكورد لم يقم بتلك الصفقات الكبيرة من خارج بطولة الدوري الوطني تحضيرا للقاء الترجي طبعا التونسي. هناك فرق بين فسين وادي وباقي الأندية المحلية. لنكون واقعيين، أول ما قلت لك تجرد من صفتك كمشجع لنادي فسين وادي. ماني بتكلم عن مشجع كفسين وادي، وهذا حد ما شافه. لا من باب الواقعية. ما يبغي يشوف. من باب الواقعية، نتحدث عن الكونكورد من خلال الانتدابات. هي. تحدث عن الكونكورد من خلال الانتدابات، لا تقارنه بفسين وادي. أنا أقارنه لأن فسين وادي يمثل موريتانيا اليوم ضد أفريكا سبور، لذلك. ما فهمتني، ما هو استنقاص من نادي الكونكورد نهائيا. طبعاً، لكن فسين وادي يملك إدارة، يملك موارد، يملك إمكانية. الكونكورد ما عنده إدارة. حاني شوي. لابس شو؟ لكن ليه تقول الكونكورد لا إدارة؟ غير لابس شو؟ أيوة. فسين وادي يملك إدارة، يملك موارد، يملك إمكانيات، يملك ميزانية. الكونكورد ما عنده شيء. كونكورد يملك إدارة، يملك لاعبين، لكنه لا يملك موارد ولا إمكانيات ولا ميزانية بحجم التي تملكها فسين وادي. كونكورد فريق كباقي الفرق الوطنية، كي تفرق زينة، كي بتجيجة، كي بالكسر. تفرق زينة سياني وكونكورد. ماذا؟ تفرق زينة عنده إدارة، عنده كافية، عنده. هو حد عاد كي الكونكورد راه ولك بعد مواعيد؟ لا أنت قلت على أنت أنا نقول لك. ما أنا قلت لك على فسين وادي ما تنطرح مع الأندية المحلية. لأنها تقول بسين واديبو تعطي ياسر ساكت، ياك تقول نادي آخر محل. لا تسكت، لا أنت الناس الأخرى ما لي تسكت. الأندية الأخرى كلها معدل عنه، هو اسمه. خليك لي معدل عنه. حنيني. أنا اللي نسوي. كل حوار عنده محل. حنيني بدي غير بالشور. هذا من دوم على عنه. طيب لا تقول عمري تعبي لا بسين واديبو. تلا بالشور هذا من دوم على عنه يسوق. أيوة طيب. والله على عنه ينقال على عنه بسين واديبو ولا عنها كوكب ولا عن الأندية كوكب. أنا اللي نقول لك على عن بسين واديبو. وهذا ما هو شكر لبسين وادي، وهذا واقعك الحديث. لا 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 تقول لي ما هو شكر، لا تقول لي ما هو شكر. يا بشار لا اعطينا بعد فرصه نتكلم. لبسين وادي واللي عندهم الامكانيات، ما هو كي الامكانيات اللي عند كونكورد. هذه النقطه انا اتفق معك علي. ما لحق هو قاعد شو خرج معنا مولينو. انا اتكلم عن ذيك النقطه اللي قبل، قول لك كونكورد كيف تفرق زينه موارد ما هي واحده، ما احد هي قعدوا تفرق زينه. لا الموارد ما هي واحده. داكور منين توافق انا معك فيها؟ لا عن موارد ما هي واحده ولا عن تفرق زينه، قعدوا فوق كونكورد شوي من ناحيه امكانيات على عنها مدعومه. لا اتوقع حتى عندها الامكانيات للامانه، عندها الامكانيات، عندها الامكانيات، عندها الامكانيات، عندها الامكانيات. هيك قعدوا خاني انا قعدوا صحيح تعبير والله خاني. نرجع الكونكورد ياك، ما نمشي سوى الانديه، نحن ما نحاسبين الانديه، ما يعنون اليوم موريتاني نتكلم وتقول على النادي ما عنده خمسه لين بقاو تتلوذ له، كانوا يجبر حد سبونسوري لين تقول للنادي لين بقاو ما عنده شيء. شوفها علي، لين بقاو هذه حقيقه، لين بقاو في نقطه الكونكورد كما قلت لك على الامكانيات ما هي واحده. ربما يعود ذاك هو اللي منع الكونكورد من عنها تعادل ياسر من الصفقات ولا عنها تستقدم ياسر من الموارد هي اللي خلاتها ما خلاتها. طبعا على كل حال لو كانت تمت موارد عند الكونكورد ما هم اللي بخلوا على رؤوسهم نهائيا بجلب لاعبين،
هم هدفهم الاساسي على انهم يشاركوا مشاركه مشرفه في البطوله. قطعا هم ما هم نازلين مع الترجي التونسي، لكن نزلوا مع الترجي التونسي لانهم قد يقضوا ماتش انتريمون مع الترجي التونسي نزلوا معاه، تم كاع كل اسبوع قاضي معاه ماتش انتريمون مشاركين في البطوله، مشاركين في البطوله ياك يعني يقدموا مستوى مشرف للكره الموريتانيه. ما هم ليه بوكلوشيت ولا هم ليه يستثنى اي شيء قد يمكنهم من مشاركه مشرفه للكره الموريتانيه. على كل حال ما هم ينزلوا بالمستويات اللي موجوده عند الاهلي المصري وعند الزمالك وعند شبيبة القبائل وعند الوداد والترجي، لا ينزلوا بالامكانيات الموجوده عند الكونكورد. ديك الامكانيات عند موجوده عوده طبعا انقطعك شوي هنا، ادخل بك شوي في التشكيله اياك المشاهد يعود معي كري. عوده اسماعيل جاكيتي لن يستفيد من الكونكورد الترجي. لماذا؟ لانه غير مسجل مع الكونكورد. صحيح، انا عن غير قاع هو الكونكورد كالكونكورد من دون ذكر اسماء. الكونكورد ينزل بامكانيات الكونكورد، ينزل باسماء الكونكورد، ينزل بتاريخه بعلاقه الكونكورد حتى لا يزرعوا في لاعبينهم معنى دي المشاركه. شنو هم معنى على انك تقصي نادي كيم الترجي؟ هذا حدات وحابز الانديه ياك يقدموا انجاز لين يتحقق، هياك يقدموا ياك يقدموا مستواهم ومروسهم. لا يبقى كل حد يقولوا لهم ما خارج حد رجع زركاتيها لا بالكونكورد لا بخارج الكونكورد يتوقع ان الكونكورد يقصي الترجي. تصور معي اذا خرجت ليست بالمستحيل مفاجأة. ليست بالمستحيل، هي ليست مستحيل لكنها مفاجأة. طبعا على كل حال هي مفاجأة، غير في كرة القدم ربما تعود هي أكثر لعب للعام مفاجآت. صحيح، نحن شاهدنا الكوركون يغلب ريال مدريد 4-0 وطيحها من كوب دوري. لا صار ريال مدريد ما احلام شيء، على اي حال نتابع طيب مشجع ريال مدريد بياسير مشجع ريال مدريد وبعدين دازم تلفزيون غير بعدين تنزل كونتر كونكورد مشجع الكونكورد ديك زينه هذا كاع فرضي بلا جميل يحشت بلا جميل. كانت مونك انت هون برنامج مرابطون سبور بعيد عن الكونكورد وبعيد عن فسين وادي على ريال مدريد لا كيف شي وعدين ديزي وديفزيون ذاك لسنا ما يخد اخباره. طيب نتابع في قضيه الكونكورد. اذا الكونكورد لقاءه القادم يوم السبت ضد الترجي التونسي، تراهن عليه هذا اللقاء هون ملعب شيخه؟ انا راهن على الكونكورد. ايوه ضد اي حد لانه نادي موريتاني مثل موريتانيا. صحيح، مبرش على عنه ما هم لي يبخلوا جهد ياك يقدموا مستوى كبير ولا هم لي يبخلوا جهد ياك يقدموا مستوى لا يليق بالكره الموريتانيه. النتيجه خالقين واحدين يقعدوا متوقعين عن الكونكورد اللي تخسر ب 7-8-9 نقول لهم العالم منين يجوا الاستاد شيخ يدوروا يشوفوا الكونكورد الحقيقيه، ما هم لي يشوفوا الكونكورد اللي متخيله لهم هم شامبيونال. يدوروا يشوفوا الكونكورد تنزل بيك الروح اللي عند الكونكورد بالدوري الوطني، يدوروا يشوفوها 10 مرات زادت كونتر الترجي الرياضي التونسي. من دركان لا يشوفوا الروح مع فسين وادي ضد نادي افريكا سبورت بدون شك بدون شك لان الانديه المحليه ما هي اللي تمرق باي مشاركه خارجيه سوى لا فسين وادي ولا ستار غزين ولا اي نادي اخر مثل موريتانيا. مشاركه خارجيه ما قدمك 300% 3000% من مجهوده اللي كان يقدم في الدور المحلي. ويعقب ينهزم ويرجع نهائيا. لماذا؟ اخر بعد تمثيل لنا ما في هزيمه تبرق زينة ضد المريخ السوداني ديبارتو. تمثيل مشرف. شاهد تبرق زينة كانت قد تطلع. صح، كنت على المريخ بالمريخ كانت قد تطلع في استاد المريخ. انا لكم الاكثر الملاعب اثاره ملعب المريخ. طبعا جماهير المريخ معروفه حتى بتاريخ المريخ معروف. صحيح حتى تاريخ المريخ معروف. لا نادي ما هو مجهول، المريخ والاهلي هذه انديه سودانيه لها تاريخها ضارب معنا. ايوه حتى تبرق زينه بعد اللي كانوا مؤسسين المريخ لعنه نادي ما هو نافع ولا عنه نادي من الطرف الثالث ولا عن الدوري الموريتاني كاع ما هو دوري. احرج بعد المريخ برض المريخ. صحيح، بهدفين مقابل هدفين، وكان هدفين مقابل هدفين، وكانوا معاهم بعض من الفرص المحققه لتبرق زينه. مذابت ما حصل عليها المريخ في المباراه. مذابت اهداف، مذابت اهداف. معناها عن يالتنا اللي مطلوب منا على عنا كجماهير نذيقوا في انديتنا الوطنيه انديتنا ونغرشوا على عنا ما يلي تبخل جهد ياك تقدم لنا مجهود يشرفنا ويمثلنا احسن التمثيل. ذاك ما نتمناه. طبعا ذاك ما نتمناه مشاهدي برنامج مرابط سبور، نتمنى ان يفوز الكونكورد على الترجي الرياضي. قادر على الفوز على الترجي الرياضي بدون شك. إذا ما دام الكونكورد وذاك ما نتمناه قادر على الفوز على الترجي التونسي، أرجو أن يكون قادرا أيضا على شراء قنينة ماء للاعبيه في حصصه التدريبية. طبعا هذه لقطة أسبوع برنامج مرابطون فوت، أخذتها كاميرا برنامج مرابطون فوت يوم أمس من ملعب شيخة بيدية من إحدى الحصص التدريبية لنادي الكونكورد الذي سيواجهه نادي الترجي يوم السبت القادم. لنشاهد. Thank you.
تعليق شوي. تعليق على اللقطة. أنا بعد مواسعة طبيعية. طبيعي. طبيعي. بدون طبيعي. بدون سوى طبيعي. هذه حصة تدريبية. أيوة. نحن ملي نحن يالتنا عدو فاهمين رواع لعنا ما نجردو. لا ديماني. لا نقول لي ديماني. شو أفهم. ديماني. عدو واقعي معايا. أنا واقعي وأكثر واقعية وفي رواية يعني نشوف نادي. معدل النوع من الأخطاء أنا شخصية ما نتمونك هذا شتو معدلوا نادي الجيش الوطني رافد بيدون رافدوا داخل بيستاد مجلد جايبوا معاه فريقه قالبوا كيس من طيبة عقب وراها عرضناها ذا البرنامج اشرا لهم أول الباس بدلهم الباسم كامل وعاد كل حصة تدريبية جيب لهم 5 أكياس 6 من الماء يطرح منهم هذا تري سيمبل بسيطة هاي مسائل بسيطة تلاعب يلعب ما يلطق تقبل له سيوة من الموت مشي تملاها من المجاي مرفودة وتدخل فيها كاروتي هذا ما هو إلا شكله ما هو مونك قاع للكاميرات لا شكله نقله ما همونك انت تبسوني عن رأيي انا مسولك عن رأيك قال الوقت مولي دارك مات فيه رأيك انا اللي اقول لك تفضل تفضل رأيي هاي رواية طبيعية شو واحدة لاعب الموريتاني ما هو متعود على عند كاميرات الجيف الاستاد لا تقول هل يتعود بس عليهم اللارك غير اعطيه ويتعودوا على انهم يالتهم انتموا جلابسي ميوهاتهم لابسين حالتهم عدرين حالتهم كاملة ويتعودوا على انهم يالتهم يعودنا عليهم زين وسوستاتهم زيني هذا يتعودوا عليه ويتعودوا كل لاعب يلا يعود عنده ميوه يلعب به واحد اخر لما تروح له لعبه ياكل الشطط يلبسه نحن ما نقدر نعود العالم وهك ونحن له هذا هو اول دور نديتنا تفهمه واسمح لي الوقت ضيق علي طول عمرك ذاكر يا غير بعدين يقول لك عن رايي انا في هاي القضيه لعن الروايه عادي طبيعي عادي مو اللي مات موكك معناها كل نهار معك متمونك طبيعي انا طبيعي راجين ان شاء الله التوفيق وتوفيق انت بعد نلود لك البيدون يجيبوا لك ان شاء الله في الحلقه الجايه اللي الجايه نطرحوا لك بيدون ومجلد اذا مشاهدي برنامج رابطون سبور هاي تحياتي حمود عمر تحياتي ايضا عبد السلام والديماني متابع للشان الرياضي ومشجع لنادي افسي نواديبو شكرا على قبول الدعوه لبرنامج رابطون فوت اتمنى ان تكون حاضرا معنا مستقبلا في قادم حلقات برنامج مرة ذلك شكرا لك إذا نلقاكم في الأسبوع إن شاء الله القادم القادم إن شاء الله ستكون طبعا خاصة بالملاعب الوطنية في أمان الله